فقرة نمبر 1 عشان دي ماشي. مهمة بالنسبة لي وارجوكوا واحد بس ما تقولولوش انا اختار اتنين لا واحد بس من اللي هيطلع قدامكم يعني بلاش نتلائم يعني ايوه بالظبط طيب لاعب تتمنى مشاركته امام السنغال اساسي يا ساسو لاعب ايه لاعب تتمنى مشاركته بشكل اساسي في من اللي ظاهرين احمد سيد زيزو محمد مجدي قفشة عمر كمال عبد الواحد بكره احمد سيد زيزو لو مش بكره يبقى قفشة لو مش بكره يعني ايه يعني لو مادام احنا بنلعب في الدكار احمد سيد زيزو مجدي قفشة بعد ما نطمن والوقت يمشي شويه لا اساسي لو قال لك اساسي لا اساسي اقدر اقول لك قلت قلت بلاش على لا عمر كمال عمر كمال طيب لاعب سيكون كلمه السر غدا صلاح الشناوي لعيب اخر من وجهه نظرك الشناوي الشناوي صلاح نقطه القوه في المنتخب السنغالي خط الوسط خط الهجوم حراسه المرمى خط النص خط النص حراسه المرمى ان هو يبقى له يعني هي دي نقطه القوه بالنسبه لهم بكره طبعا ايه انا خط فيهم خط الهجوم طيب افضل حكم من وجهه نظركم كابتن محمد عادل هذا الموسم كابتن ابراهيم نور الدين محمود البنا محمود البنا بس مش بصوت عالي ماشي ماشي خلاص يعني كويس استاذ جمال محمود البنا ابراهيم نور الدين ابراهيم افضل حكم افريقي فيكتور جوميز رضوان جيد مصطفى غربان فيكتور جوميز غربان افضل رئيس لاتحاد الكره كابتن هاني بريده كابتن سمير زاهد اللواء الدهشوري كان يوم معلش خده تاني تاني اللواء حرب الدهشوري بكل ما تحمل الكلمه اللواء حرب الدهشوري من العيب على كل اللي قادوا الكره ان ما يحطوش اسمه على قاعه في ارض هو جايبها للمشروع العظيم ده وانا إيه؟ للمره الثانيه بقول اللواء حرب الدهشوري كمان افضل معلق رياضي في مصر كابتن مدحت شلبي محمد الكواليني مدحت شلبي المين الثالث بلال علام لا شربوك بيودينا ماشي. في حته تانية شربوك افضل معلق رياضي عربي رؤوف خليف عصام الشوالي فهد العتيبي شوالي افضل رئيس نادي خارج القطبين سيد متولي الله يرحمه طبعا خالد سيد متولي محمد مصلحي اسماعيل عثمان محمد مصلحي راجل رائع مصلحي طيب افضل رئيس نادي في العالم هيربرت هاينر بايرن ميونخ ناصر خليفي باريس سان جيرمان بريز ريال مدريد لابورتا لابورتا برشلونه برشلونه لا انا بحب حد من بره البايرن هيربرت ماشي خلاص خلاص بس كده بس نمبر 1 قلنا بكره بقى يا رب يا رب يا رب تفرح كل المصريين بركه الخيام المفترجه وبركه يعني عرق لعبتنا وجهدها يا رب فرح المصريين يا رب يا استاذ نورتنا شرفتنا يا استاذ عصام حبيبي يا كابتن متحرم بشكركم بشكر الكابتن عصام حبيبي يا استاذ ربنا يخليك طيب يعني ما فيش عندنا غير الدعاء لمنتخبنا بامر الله رجاله وهيؤدوا وقدود بامر الله بكره توقع ان شاء الله روح عاليه جدا والمباراه تخلص زي ما احنا عايزين وعلى خير بامر الله هنكون معاكم بكره قبل المباراه الساعه 6 هنبتدي معاكم تحليل مع نجومنا طبعا في الاستوديو هنا كابتن رضا وكابتن يعني محمود ابو الدهب ونجومنا طبعا نجوم التحليل في البريمو وهنكون معاكم برضو بعد المباراه ان شاء الله مباشره بامر الله ونكون فرحانين كده وسعداء بتحليل فني للمنتخب